ما هي فائدة غض البصر في الدنيا؟ ماذا أستفيد أنا شخصياً في حياتي هنا في الدنيا قبل الآخرة؟ أول فائدة تلمسها في حياتك هي حلاوة الإيمان والشعور القوي بالقرب من الله، ثم إذا استمريت بذلك يكرمك الرحمن برقة القلب لذكره ولذة البكاء، وهي لذة عالية سماوية يدخل بها الإنسان إلى عالم الملكوت الأعلى. وكما قيل: من غض بصره غزرت من خشية الله دمعته. فإذا استمر فتحت له عين البصيرة وهي عين القلب، فتأتيه من الكرامات والمكاشفات والإشارات التي تخبره بحب الله له وقرب الله منه، ثم بعد ذلك يكون مستجاب الدعاء. فإن بلغ هذه المرحلة من الحياة مع الله وهذه الدرجة من السعادة، مستحيل أن يقدم شيئا من ملذات الدنيا الدنيئة على هذا الرقي السماوي القدسي والعالم الملكوتي.